أخيرا وبعد 80 سنة نظمت أفريقيا بطولة كأس العالم. دولة جنوب أفريقيا نظمت البطولة سنة 2010. أغنية واكا واكا للمغنية العالمية شاكيرا مع فرقة بريشلي حققت نجاح منقطع النظير في الإنترنت. تاني حاجة مهمة جدا، الأخطبوط بولو اللي هو كان بيختار وبيتنبأ بالنتائج المباريات هو اللي تنبأ بفوز أسبانيا بالكأس على هولندا في النهائي، ودي كانت حقيقة غريبة جدا. وبرضه نرجع لدييغو أرماندو مارادونا اللي راح جنوب أفريقيا وهو مدرب لفريق الأرجنتين ورجع منها وهو مقال أو مستقال الله أعلم، وآخر ظهور له في حياته. أما الظاهرة الجديرة بالذكر فهو الأخطاء التحكيمية التي حدثت في هذه البطولة، مما دعا إلى الحديث الكثير والكثير عن تقنية الفيديو، وهو ما تم تطبيقه بدءا من بطولة 2018 في روسيا.